احنا في سبيل قايد باي. ادي لوح التسبيل، ادي منافذ المية بتنزل على لوح التسبيل وهو لوح رخامي بميل علشان سهولة سريان الماء، ثم يخرج منه المياه إلى مواسير مخفية تحت الأرض إلى شبابيك التسبيل. شبابيك التسبيل ديت من الحديد وبيتعلق عليها أكواب المياه، بيبقى فيه لوح رخامي من بره مملوء بالمياه الناس تشرب. كان بيتولى السبيل ده زيها زي شركة المياه واحد اسمه مزمداتي بيتم الكشف عليه. ادي السقف متخارف، وادي حوض ده باب اللي جوه الصهريج بس مقفول. الصهريج تحت الارض حوالي 13 متر بيتمل بالمياه من نهر النيل عن طريق الجمال بتحمل الإرب، والإرب بتصب في الحوض. بيتولى المزمجاتي التعقيم والتنظيف وصبوا أعلى حوض التسبيل بينزل على الرخامة، والرخامة منقوشة بغرضين، بغرض الزخرفة والمنظر الجمالي، ثم بغرض تنقية المياه من الشوائب. كان ممتاز، بس عايزين نستغله في الأنشطة الثقافية. طبعا نتمنى يا ريت يعيدوا تشغيل التسبيل، يعيدوا تشغيل السبيل تاني. ايه المانع يعيدوا تشغيل التسبيل تاني كمزار سياحي ويشد الجذب؟ نتمنى يكون الفيديو عجبكم، وبيقروا الوصف الفيديو هتبقى فيها معلومات اللي فاتني ان انا اقولها لكم في الفيديو.